الفلسطين أن يتكرم الرئيس كلينتون والسيدة الأولى هيلاري كلينتون يتكرمون علينا بقص الشريط في ميناء غزة الدولي. نستذكر دائما أن الشهيد ياسر عرفات كان مهتما بشكل شخصي بهذا المطار، وكان يتابع تفاصيل بناء هذا المطار خطوة خطوة منذ أن تم رصف المدرج الأولي لمطار غزة. كان يذهب بشكل يومي إلى هناك ويمارس صلاحيته كمهندس مدني في بناء مطار غزة. لا شك أنه المطار والميناء كان أهم عوامل السيادة الفلسطينية على هذه الأرض، وبالتالي كنا نعمل جاهدين على بناء المطار والميناء البحري، وبالتالي المطار نجحنا بتشغيله وأصبح علامة فارقة في تاريخ القضية الفلسطينية. هذا التأسيس هو الذي جعل إسرائيل تشعر بالرعب في كثير من الأوقات وتتحين فرص للانقضاض على هذا الصرح الوطني، ليس باعتباره صرحا يعني صرح بناء ومطار، بل باعتباره الأساسي هو أنه نمى الوطنية الفلسطينية وعزز الروح الوطنية الفلسطينية وجعل الفلسطينيين يشعرون بأنهم اليوم بدأوا مسيرة الاستقلال بتأسيس مطار على أحد الأجزاء في الوطن.